قضية المعارضة، رأي السيد حسين القلاف في مسألة سحب الجناسي، هل تعتقد ما حدث في مسألة سحب الجناسي هو سحب سياسي أم سحب قانوني؟ أقطع إيدي من هنا إذا مو سياسي. شنو؟ سياسي، وأقطع إيدي من هنا إذا مو سياسي. لا أبداً. عيدها لي. أقطع إيدي من هنا من هنا. يعني تؤكد إنه سياسي. إنه سياسي. سياسي. سحب الجناسي سياسي. نعم سياسي. هذا سياسي بدليل. أكو اثنين من النواب الموجودين طلعت أوراقهم، أكو ناس واحد كانوا متكلمين عن جنسيته، واحد ثاني تكلموا على جنسيته، ليش ما تحركوا عليه؟ ليش طاح الحطب؟ ايش حقه طاح الحطب؟ أي حطب؟ قانون بطبقه يطبق على الفضلي ويطبق على القلاف ويطبق على زيد وبكر وأي واحد في الكويت مدام مخالف القانون يطبق عليه القانون. لو مو سياسي، لو مو سياسي كان الوضع يختلف. يعني تؤكد انه سحب سياسي وليس سحب قانوني. ما يعني ماكو مكروه يا بت ولد. يعني كانوا اللي سحبوا منهم جناسي عندهم خلل قانوني. صحيح في خلل قانوني، ماكو شك في الجنسيه مالتهم في خلل قانوني، وانسحبت وفق الخلل القانوني لكن ضمن الاطار السياسي. يعني انت لكن احمد الجبر قالوا ما في خلل في جنسيته، يعني اذا نتحدث عن احمد الجبر رئيس مجلس اداره قناه اليوم قالوا ما في، هذا للمصلحه العامه وفقا للماده 13 يعني لم تكن ان في قضيه تزوير. المصلحه العامه ايه؟ هذا الحين المصلحه العامه، ومن يقيم المصلحه العامه ومن يقدر المصلحه العامه وشلون صارت المصلحه العامه حق هذا؟ مع اني انا اختلف وياه. نعم. وهذا من الناس اللي عندي مشاكل وياه وايد انا ايه؟ لكن ما صارت المصلحة العامة إلا لما صارت قناته تقول ضد الحكومة. هذا اللي صار. أنا ما يعجبني كذي الجنسية، مثل ما أنت الآن حريص ما تعطيها البدون، أيضا حريص ما تأخذها من اللي أعطيته. لأن أنت لو أنت عندك نظام مضبوط في منح الجنسية ما يأكل خلل بهالشكل أبدا. انت الان في قضيه سياسيه قد يكون قانونيا أي. لا بس بسالك بصراحه، لا خل في هالنقطه انت تثبتها. انت قدمت استجواب لوزير الاعلام على قناه اليوم. نعم قدمت استجواب لقناه اليوم صحيح، وكنت طالب بتسكير هذه القناه وان صح. هذه القناه وكان هذا توجه السيد حسين القلاف في هذيك الفتره. هل فرحت بسحب جنسيه أصلاً. احمد الجبر يعني كانك انت كنت معاه في خصومه وطالبت باغلاق هذه القناه ولا واحد